فيلفت النظر. قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر، السفن الجارية في البحر، السفن العظيمة الجارية في البحر كالأعلام كالجبال في اتساعها وفي ضخامتها، تحملها المياه بإذن الله. أرشدنا إلى صنعتها الله، ولا لو ألقيت إبرة في الماء لغارت. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إذا توقفت الرياح ظلت السفينة واقفة على ظهر البحر لا تتحرك. وفي السماء كذلك، ويعرف ذلك الطيارون الذين يطيرون لدول بعيدة أحيانا مطب هوائي كان يكاد يكون فارغ من الهواء، فتنزل الطائرة من ارتفاع 30,000 قدم فجأة كأنها طوبة وألقيت إلى ارتفاع 10,000 قدم تتكسر وتتحطم. والطيارون أحيانا يعرفون وأحيانا لا يعرفون، وتتحطم الطائرات بإذن الله وتحفظ كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح يجعلها ساكنة لا تتحرك. فالذي يحرك الرياح هو الله، والذي يوقفها هو الله، الذي يحركها هو الله، والذي يوقفها ويوقف حبوبها هو الله. قال تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن الجوار في البحر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يقول تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، أي ثوابت راكدات على ظهره لا يتحركن. إن في ذلك لآيات لدلالات لكل صبار شكور، وهذا حال المؤمن دائما، يصاب بالمصائب فيصبر، ويصاب بالنعم فيشكر. وحالنا في هذه الدنيا يدور بين هذا، إما نعمة أنت فيها تحتاج إلى شكر فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وإما بلاء فيحتاج إلى صبر والحمد لله على كل حال. فهذا حال المؤمن دائما، لا يخلو من أمرين: إما مصيبة تحتاج إلى صبر، مصيبة في المال، مصيبة في النفس، مصيبة في الولد، مصيبة في الأهل، أي نوع من أنواع المصائب، مصيبة بتسلط عدو عليك، أو مصيبة من أي نوع من أنواع المصائب، أو نعمة من أي أنواع النعم. فحال المؤمن يدور بين الصبر والشكر. فلذلك علينا أن نقول الحمد لله، وهي كلمة كل صابر، وكذا فهي كلمة كل شاكر. الصابرون يقولونها والشاكرون يقولونها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار كثير الصبر. والصبر يتأتى بالاستعانة بالله كما أشير إلى ذلك في قوله: واصبر وما صبرك إلا بالله. والشكر يتأتى بسؤال الله إياه كما في قوله: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه. فكلاهما يتأتى بسؤال الله أولا، ويتأتى بالتضرب عليه
فمن يتصبر يصبره الله. وهذا في كل أنواع الصبر، سواء الصبر على الأحداث المؤلمة التي يقدرها الله على الشخص، أو الصبر على الضر في الأبدان وفي الأموال وغير ذلك، أو الصبر على الطاعات وعلى لزومها، وكذا الشكر بعمومه. التدرب، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، الصبر بالتصبر. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا، لا يسكن الريح بل يجعل الريح تشتد فيقلب السفينة كلها في البحر بسبب كسبهم السيء. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا حينئذ ما لهم من محيص، ما لهم من مفر، وما لهم من مهرب. نجانا الله إياكم من الذنوب والمعاصي، وعافانا الله إياكم منها، وعفى الله عنا وعنكم فيما اقترفناه واكتسبناه واجترمناه، إنه أهل للعفو وأهل للمغفرة سبحانه وتعالى، فهو الغفور ذو الرحمة. نسأله أن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا وإياكم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.